جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من المستمع ألف عين عين من جمهورية مصر العربية رسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة تسأل في أحدها وتقول: حدثونا عن لباس المرأة في صلاتها وعن حكم تغطية قدميها، هل هي من شروط الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، يجب على المرأة أن تستر جسمها في الصلاة سترا كاملا إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال من غير محارمها، فإنها تكشفه في الصلاة عند خلوتها من الرجال غير المحارم. وأما قدماها فإنه يجب عليها سترها في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة تصلي في الدرع يعني الثوب الكبير قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أدل على أن القدمين يجب سترهما في الصلاة وكذلك سائر الجسم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض، يعني من بلغت سن الحيض، بغير خمار. والخمار هو ما يغطى به الرأس، رأس المرأة، ويضفى على رأس المرأة، هذا هو الخمار. نعم.